حرس الحدود. احنا النهارده عندنا مدير فني هيلعب بتشكيله الاساسي عادي خالص، هيلعب بالطريقه اللي بيلعب بيها عشان يكسب. طبعا هو محقق في الدوري ده الفرقه الوحيده اللي ما خسرتش ومحافظ على الصداره رغم ان هو يعني ما لعبش كل ماتشاته، ده عنده مؤجلات كتير جدا. تعال نروح لزميلنا فاروق صلاح من مقر اقامه النادي الاهلي. فاروق مساء الخير. سامعني يا فاروق؟ فاروق سامعني يا جماعه؟ هنحاول نجيبه تاني، نحاول نجيبه تاني. يعني المباراه دي زي ما بقول لحضراتكم دي الرجوع للمنافسه على الدوري اللي احنا اصلا ما خسرناش فيه ولا ماتش. فبالتالي المدير الفني مستر مارسيل كولر كل تركيزه في المباراه دي انه يظهر بنفس الشكل اللي كان بيظهر بيه قبل ما يحصل توقف او قبل المؤجلات والكلام ده كله. احنا فرقه شرسه جدا في الدوري كعاده النادي الاهلي، يعني فرقه عامله سكورات كتير السنه دي محققين، يعني مش مكسبنا مش 1-0 و2-0، لا احنا حققنا ثلاثات كتير، حققنا سكور عالي كتير. لا الحقيقه ان احنا فرقه في الدوري ماشيه بخطه ثابته كويسه، عندنا هدف هو الهدف الاساسي بتاع النادي الاهلي في كل البطولات انه يكون محافظ على المركز الاول. رجع لنا فاروق تاني. فاروق زميلنا طبعا المتالق فاروق صلاح، برحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبعدما انتهى الفارس الاحمر والنادي الاهلي من اقتناص الاميره السمراء يعود مجددا الى الاجواء الدوري المصري المحلي، ومهمه استعاده درع الدوري الغائب عن قلعه الجزيره في الموسمين الماضيين. رحمن طبعا احنا موجودين هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي واخر استعدادات النادي الاهلي لمواجهه فريق حرس الحدود في المباراه المؤجله ضمن يعني المباراه المؤجله للنادي الاهلي من الجوله 16. عايز اقول لك عبد الرحمن هنا الاجواء واحنا موجودين داخل مقر اقامه فريق النادي الاهلي خلاص الفريق نسي التتويج بالبطوله الافريقيه، وده كان محور كلام المستر مارسيل كولر المدير الفني والكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين ان مباراه اليوم هي مباراه صعبه جدا ومباراه مهمه جدا، وان لم يكن هي واحدة من اهم المباريات الصعبه جدا للنادي الاهلي خلال المرحله القادمه، لانها المباراه اللي يعني اللي هي المباراه الفاصله ما بين خلاص ان انا بقفل الملف المحلي والاجواء الافريقيه وبرجع مره ثانيه ان انا استعيد اجواء الدوري المصري. كابتن سيد عبد الحفيظ اكد على هذا الامر في كلامه، يعني كان ليه حديث مع الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه جدا، وهي المباراه اللي هتفصل ما بين البطوله الافريقيه واجواء الاحتفال بالبطوله الافريقيه والعوده من جديد الى الدوري المصري. مستر مارسيل كولر يا عبد الرحمن طبعا كلامه مع اللاعبين ويعني الامور النفسيه، وانت عارف تحضيره بيبقى لهذه المباراه ازاي واهميه هذه المباراه، وطلب من اللاعبين في المحاضره الفنيه اللي عقدها مع اللاعبين بالامس قبل انطلاق المران عدم النظر الى موقع فريق حرس الحدود في جدول الدوري، وقال ان الفريق ليس لديه ما يعني ما يبكي عليه او اللي هو يلعب عشانه، فبالتالي المباراه تبقى صعبه جدا، مباراه مهمه جدا يا عبد الرحمن ومباراه صعبه جدا يزيد من صعوبتها ان هي خلاص زي ما قلنا انت داخل في مرحله حسم بطوله الدوري المصري الممتاز، كل التركيز مطلوب من لعيبه النادي الاهلي كان بيغيب عنك خلال الفتره الماضيه اكثر من 14 لاعب ما بين لعيبه مع المنتخب المصري الاساسيين وايضا لعيبه اللي بتكلم على بيرستاو مع منتخب جنوب افريقيا، اليو ديانج مع المنتخب مالي، علي معلول وكريستو مع منتخب تونس، الى جانب طبعا التسع اللاعبين اللي كانوا موجودين مع المنتخب المصري واحمد قندوسي اللي مع المنتخب الجزائري. فتره التدريب اللي حصل عليها اللعيبه الدوليين عقب عودتهم تكلم على مدار يومين فقط، قدر مستر مارسيل كولر في تحضيره واستعداده لهذه المباراه عبد الرحمن انه يحضر اللاعبين من الناحيه النفسيه واكد على اللاعبين ضروره واهميه هذه المباراه. انا موجود طبعا معاك يا عبد الرحمن لو في اي استفسار او اي تساؤل. طبعا صلاح زميلنا المكوك، يعني انا متعود منك على دايما التغطيه المعتاده بتاعتك يعني ما شاء الله عليك. طيب انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا احنا كنا بنتكلم فيها برضو ان الناس خلاص نسيت الاحتفالات ونسيت، وانا شايف اللعيبه حتى في الفيد اللي جالنا مركزين كلهم وحاجه يعني، لكن انت اتكلمت انا شايفك كنت بتتكلم مع مترجم مستر مارسيل كولر وحاسس ان هو كان بيقول لك حاجه مهمه، تقدر تقولها لي معلش عشان انا عندي فضول اعرف انت كان بيقول لك ايه الراجل ده؟ يعني خليني اقول لك بدايه ان عبد الرحمن اؤكد على نقطه مهمه جدا، وانت قلت الجماهير او يعني احتفالاتنا بالبطوله الافريقيه اللي انتهت
ولكن يعني الجماهير نشوة الانتصار والاحتفال بالبطولة الأفريقية بنقفل صفحتها، وده الأمر المهم جدا. ولكن يعني مستر مارسيل كولر في كلامه، أو يعني كنت مع الدكتور خالد الجوادي، يعني أنت شفت المشهد، وإحنا يعني قبل ما اتوقف مع مستر مارسيل كولر واتكلم معاه في بعض الامور، مستر مارسيل كولر عبد الرحمن، بعد مباراه الاهلي وبيراميدز في كاس مصر وفوز الاهلي بكاس مصر، كنت بسجل معاه وقلت له احنا منتظرين منك البطوله الافريقيه، فقال لي نقطه مهمه جدا، قال لي انا عارف قدر طموحات واحلام جمهور النادي الاهلي. فالنهارده كنت بفكره بهذا الامر، قال لي نقطه مهمه جدا، قال لي جمهور النادي الاهلي دلوقتي عارف الطلب الاهم ليهم، انهم بيطالبوني بكاس العالم للانديه. حلم وامنيات الجماهير بتبقى امر مهم جدا، لكن محتاجين شغل كتير جدا على ارض الواقع. كنت طبعا بنتكلم مع الدكتور خالد بفكره بهذا الامر، ويعني المستر مارسيل الكولر انضم لنا في الكلام، قال الجماهير بتطالبني بكاس العالم للانديه، وانا عارف طموحات جماهير النادي الاهلي هي بتبقى امنيات، لكن احنا محتاجين شغل كتير داخل ارض الملعب وخارج الملعب، كلها امور، لكن عندنا العقليه اللي اتكلم على نقطه مهمه جدا، عقليه جمهور النادي الاهلي وعقليه اللاعبين، وقال ان عقليه الجمهور مهمه جدا، انها بتدي حافز جديد للعيبه كل يوم، في عندي دافع، انا بخلص بطوله افريقيا بكلم اللعيبه ان انا عشان استعد لي الدوري. ده في ناس بتتكلم، لكن في البطوله ال 12 كمان الجماهير بتطالبني فيها في كل مكان، هي كاس العالم للانديه. ده في ناس بدات تتكلم في البطوله ال 12، عايزين ال 12 من دلوقتي كمان، يعني الجماهير طموحها ان خلاص احنا خلصنا البطوله ال 11، نفس طموح فرقتنا، يلا بينا على ال 12 بقى، احنا بنركز في ال 12 بالظبط يا عبد الرحمن. وده النقطه المهمه جدا اللي مستر مارسيل كولر لمسها، قال الطموحات والاحلام بتاعه الجمهور، جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بالبطولات، قال انا لما يعني كنت اسمع عن النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي، لكن لما جيت قربت او كنت موجود في ارض الواقع، الشغف اللي عند الجمهور ده مهم جدا، الشغف بحاول انقل الشغف اللي عند الجمهور للعيبه. وقال نقطه مهمه جدا يا عبد الرحمن، قال لي الشغف اللي عند الجمهور والحماس اللي عند الجمهور بيساعدني كتير جدا ان انا اوصل امور كتير جدا للاعبين، ان انا بفكر اللاعبين بأسرهم، بفكر اللاعبين بالجمهور، حاولوا ان انتوا تسعدوا الجمهور ده، حاولوا ان انتوا تعملوا كل حاجة عشان تسعدوا الجمهور ده، لاني انا بعمل كل حاجة وجاي النادي الاهلي علشان اسعد جمهور النادي الاهلي. وده كان الوعد اللي انا قطعته على نفسي لما قعدت مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارة النادي الاهلي، ان انا مش هتدخر اي مجهود ولا ان انا يعني هأخر في اي مجهود، ان انا اسعد الجمهور ده واحقق طموحات وتطلعات جمهور النادي الاهلي، لاني عارف قيمة ومكانة النادي الاهلي. عشان كده عبد الرحمن انا باكد لك على صعوبه هذه المواجهه، واكد هذا الامر مستر مارسيل كولر، قال انا كل مباراه عندي انا مطالب مني من الانتصار، قال يعني انا لسه واخد بطوله افريقيا، لو لا قدر الله حصل اي حاجه النهارده تعادل او لا قدر الله لازم الجماهير هتنسى بطوله افريقيا وهتتكلم على مباراه اليوم، فمهم جدا انك تكون واصل لك جمهور او شغف جمهور للنادي الاهلي. عايز اكد لك ايضا عبد الرحمن على الحاله الفنيه اللي الواحد شايف فيها اللعيبه، مش دي اللعيبه اللي يعني تقدر تقول مش ده الفريق اللي لسه يعني واخد بطوله افريقيا للمره ال11 والجماهير بتطالبوا بالبطوله ال12، لا الجماهير اللعيبه النهارده مركزه تماما، عارفين اهميه هذه مباراة، عارفين فريق حرس الحدود ما عندوش حاجه يبكي عليها، وبالتالي هيكون يعني النهارده متحفز امام النادي الاهلي. وبمناسبه ان احنا بنتكلم يا عبد الرحمن على فريق حرس الحدود، خليني اقول لك برده من خلال لما صدرنا يعني علمنا ان فريق حرس الحدود هيقيم ممر شرفي لفريق النادي الاهلي احتفالا واحتفاء بفريق النادي الاهلي المتوج على عرش الاميره السمراء، في لفته طيبه طبعا جدا من مسؤولي نادي حرس الحدود، وان احنا نقرم او يكون المشهد في تكريم النادي الاهلي لدى وصوله او دخوله الى ارض الملعب. ايضا يا عبد الرحمن مباراه مهمه جدا، واحنا بنتكلم على صعوبتها لكن فيها امر مهم جدا بيدينا مزيد من السعاده، انها تبقى اول لقاء ما بين فريق النادي الاهلي وجمهوره يعني بعد التتويج بالاميره السمراء، ودي اول مباراه يكون فيها جمهور النادي الاهلي بعد تتويج النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه. اعتقد مشهد بيبقى كلنا متشوقين نشوف هذا المشهد وكيفيه استقبال ابطال النادي الاهلي، مباراه مهمه، لكن ان شاء الله عبد الرحمن كلنا ثقة في لعبة النادي الأهلي إن شاء الله اللي هيكونوا قادرين على تحقيق الانتصار في هذه المواجهة بإذن الله. بإذن الله. فاروق، طب قول لي أنتوا هتتحركوا من الأوتيل الساعة كام إن شاء الله؟ الأوتوبيس بتاع الفريق هتتحرك الساعة كام؟ وقول لي برضو الأمور الإدارية اللي بترتبوا لها عشان خاطر تتحركوا مع الفريق.
يعني يا عبد الرحمن لو هنتكلم هنتكلم بقى على كواليس اليوم اللي هو اليوم الاعتيادي لفريق النادي الاهلي، اللي يعني اللي برضو اقربك وقرب جمهور النادي الاهلي من كواليس اليوم النهارده بالنسبه للفريق. طبعا الفريق بعد ما ادى بالامس مرانه وتدريبه الاخير على ملعب مختار التتش، توجه الفريق طبعا للمبيت باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه. تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه 10:30 صباحا، ثم كان في فقره التدريب، ودي امر معتاد متعودين عليه مع مستر مارسيل كولر، بيبقى في تدريب خفيف كده بعد الافطار بساعه وساعة ونص بيبقى للاعبين كده في يوم المباراه، بيستمر لمده 15 او 20 دقيقه. ثم طبعا كان في الجلسات ما بين اللاعبين، الجلسات الثنائيه، وجبه الغداء، تناول اللاعبون وجبه الغداء في تمام الساعه 6:00، المحاضره الفنيه لمستر مارسيل كولر عبد الرحمن هتكون في تمام الساعه 7:00، ثم عقب انتهاء المحاضره هيكون التوجه الى ملعب الكليه الحربيه اللي هيستضيف احداث اللقاء، اللي بيبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي ب 15 دقيقه. ان شاء الله يكون وصول النادي الاهلي لملعب المباراه، ويكون يعني ان شاء الله مباراه مهمه جدا، يكون لعبة النادي الاهلي في كامل التركيز النهارده ان احنا نحقق 3 نقاط مهمه جدا. عايز اذكرك ايضا ان طاقم تحكيم لهذه المباراه، طبعا لجنه الحكام اختارت طاقم تحكيم بقياده امين عمر حكم الساحه، بيعاونوا احمد عبد الغني ورمضان هنداوي، محمد ابراهيم دسوقي الحكم الرابع، 2 على تقنيه الفار مصطفى الشودي وهيثم الشريف. اتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم، يدي النادي الاهلي حقه ويدي فريق حرس الحدود حقه، ولكن طبعا نتمنى كل التوفيق لفريقنا العظيم فريق النادي الاهلي. شكرا يا فاروق، كالعاده يعني تغطيه شامله وتغطيه فيها كل اللي جمهور الاهلي عايز يعرفه عن الفرقه. مكوك، انا مسميك المكوك دايما يعني. شكرا ليك فاروق، وشكرا لكرو قناه النادي الاهلي كلهم اللي متواجدين مع فرقه النادي الاهلي. ماتش مهم زي ما قلت لحضراتكم، والناس واخداه جد جدا، لانه ماتش في الدوري المصري اللي احنا بقى لنا سنتين ما خدناهوش، فبالتالي نقطه من اول السطر وبنبدا منافسه على الدوري كاننا لسه ما خدناش البطوله، واحنا فعلا اوريدي لسه ما خدناش البطوله، ولسه بدري، لسه عندنا ماتشات مؤجله، لازم نكسب ولازم نحافظ على ان احنا نخلص الدوري بدري عشان تبدا بقى تفكر في البطوله اللي بعد كده كالعاده يعني. نروح بقى للاخبار العالميه. برشلونه هنروح، بس يعني قبل ما نروح للاخبار العالميه نطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى.